أنا بس طلعت من معان أول شيء دعيت لله، دعيت للوطن، دعيت للقيادي، دعيت ما أتعطل في الطريق، لأنه لو أنا تعطلت بشوف على اليمين بسكر سيارتي وبروح، لأنه ما في يعني لا ميكانيكي يجيك، لا بنشرجي تسوي بنشرك، لا تسوي كذا، يعني بالناشد إنه فتح هذا الباب. يعني قطاع النقل ما وقف، شريان الأردن إحنا دائما بنقول عنه مستمر مشان نوفر لقمة العيش لأبناء كافة المحافظات. أنا متجه إلى ميناء العقبة لتحميل مادة القمح لمطاحن جنوب عمان، يعني منطقة القطراني، طبعا ضمن آلية معينة، ضمن نقاط فلترة، نقاط تعقيم، يعني كافة الوقاية والسلام العامي. إحنا رحلتنا مو سوا، بعض أوقات بيكون عطل فني خارج عن الإرادي، بعض أوقات بيكون أزمي، يعني بتقدر يعني تقول مش محدود كوقت معين، يعني بعض أوقات روحتك ورجعتك بتكون في ساعات قلائل وبسيطة، وبعض أوقات بتكون يومين حسب الآلية، يعني حسب آلية العمل. إحنا بنواجه صعوبات من خلال الطرق، من خلال غيرنا، من مستهتر، من في صعوبات، في عدة أمور أنا يعني انتقدت استهتار زملائي، استهتار موظفينا، ما بتقيدوا في السلام العامي، ما بتقيدوا في الأنظمة، في القوانين، في اتباع تعليمات القيادة، في أوامر الدفاع، في يعني بعض يعني لما بندد وزير الصحة ابتعد عن زميلك، ابتعد عن كذا، البس قفازاتك، مش هذا لأنفسنا. بنحاول نتجنب كوقت حاضر مثلا استراحات كذا، بناخذ طعامنا من البيت جاهز، قهوتنا من البيت جاهزة، في سبيل سلامتنا وسلامة وطننا. احنا بنخاطر في انفسنا قبل مالنا. يعني انا لما بجي وبطلع في وضع، بس انا في سبيل اني امن قوت لبن الشمال من الجنوب، اوصل له قمحه، اوصل له طحينه، مواده الغذائيه، اوصل الثروه الحيوانيه، يعني من ذره، من كسبي، من كذا، كقطاع سواقين وقطاع نقل عام، انه ناخذ من اقصى الجنوب لاقصى الشمال لكافه المحافظات. اشتقنا انه هذه الامور تعدي على خير، والازمه هذه تعدي على خير بظل القياده الهاشميه، لما بقول لك ارفع راسك انت اردني والمواطن اغلى ما نملك، من هانا العزم والثبات والاخلاص والتضحيه والوفاء لوطننا. خصوصا احنا هسه بنمر في مرحله يعني نكون او لا نكون، وان شاء الله رايحين نكون ونثبت.